لتنظيم العلاقات الاقتصادية بشكل أفضل، روسيا تتحدث عن عقود جديدة ستنتزعها من الأسد. مبعوث بوتين يبشر بالأمر من قلب دمشق. تحول إلى قاتل بالأجرة، الصين تريد من النظام تخليصها من الإيغور في إدلب، وحملته الأمنية تصل إلى درعا لملاحقة رعاة التسويات. وسلبوه ثم تنافسوا عليه فيما بينهم. الجناح الموالي للعمال الكردستاني في قسد يحكم سيطرته على النفط السوري المنهوب. جولة جديدة مما تبقى، حياكم الله. زعم نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، زعم أن القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهدت حدوث تقارب في وجهتي النظر الروسية والأمريكية حول الملف السوري، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه برئيس النظام بشار الأسد. بايدن سبق أن صرح أن لقائه ببوتين تضمن مناقشة الملف السوري من ناحية فتح ممر إنساني. أخبره أن فوزه بالانتخابات الرئاسية رسالة أقوى لأعداء ومعارضي حكومته، زف له البشرى بانخفاض الضغط العربي على نظامه وتخفيف العقوبات الأمريكية. نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف يلتقي الأسد، يعيده ويمنيه. فماذا حملت جعبته؟ بوريسوف يفجر قنبلة في دمشق، فيعلن عن تقارب روسي أمريكي فيما يتعلق بالملف السوري، ويقول إنه أخبر الأسد بذلك، مشيرا إلى أن القمة التي جمعت بوتين ببايدن خلصت إلى الاتفاق على إمكانية استمرار الحوار المباشر بين الطرفين حول سوريا. الأسد أبدى ارتياحه لنتائج القمة الروسية الأمريكية التي وضعه بوريسوف في صورتها، وكان الارتياح متبادلاً من قبل موسكو بسبب ما وصفه المسؤول الروسي ببروز روح إيجابية ورغبة في تحقيق تقدم في عدد من الملفات. بوريسوف استغل وقت فراغه قبيل لقائه بالأسد بإتمام المرحلة النهائية من إعداد اتفاقية حكومية دولية مستقبلية ستنظم العلاقات مع نظام الأسد على جميع الأصعدة. لم يولي الأسد أهمية لما نقلته وسائل الإعلام عن نتائج قمة جنيف، فجعل من ساعي بريد بوتين مصدره الوحيد والصادق لما حصل، فلم يسمع جواب جو بايدن خلال القمة عندما سئل لماذا تعتقد أن من المهم الاستمرار في المشكلات مع بشار الأسد، فقال لأنه ينتهك معيارا دوليا يسمى معاهدة الأسلحة الكيميائية، لذا لا يمكن الوثوق به. كلام بايدن أعقبه ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن دبلوماسي روسي أن واشنطن ترى أن حكومة النظام غير شرعية ولا يمكن التعامل معها، في حين تحدثت فورين بوليسي قبيل القمة عن صفقة سيبرمها الطرفان للعثور على حل في سوريا لن يكون الأسد حاضرا فيه. الآن كلام بوريسوف أنه القمة الأمريكية الروسية حملت تطوراً كبيراً في الملف السوري، يبدو هذا الكلام غير صحيح مع كامل الاحترام للسيد بوريسوف. الملف السوري كان يعني كان حاضراً، لكنه حاضر بشكل خفيف جداً ومحدود جداً بين الاثنين. أصلاً هذه القمة لم تحمل أي اتفاقاً، كانت هي فقط لمجرد تخفيف الاحتقان في أجواء الحرب الباردة التي يعيشها الكوكب من جديد. إن كان هناك تطور أو اتفاق أو ملامح اتفاق بين واشنطن وموسكو، فهي فقط في
مسألة المعابر. تصويت المرتقب هو في 11 من الشهر القادم، ورقة الفيتو بيد موسكو وهي تلوح بها، واشنطن لا تريد من موسكو استعمال ورقة الفيتو. مقابل أن لا تستعملها موسكو، واشنطن لا تفرض عقوبات جديدة على النظام أو على شخصيات من النظام، وكذلك منحت استثناءات فيما يتعلق بقانون قيصر تحت بند المساعدات الإنسانية للنظام في مواجهة جائحة كورونا. كل هذه تسهيلات تقدمها واشنطن للنظام، في المقابل موسكو لن تصوت أو لن تستخدم الفيتو على التمديد، مع أن واشنطن مع الأتراك ربما لديهم حلول إضافية، وموسكو تعلم هذا الأمر، أنه يمكن أصلا اللجوء إلى معابر أخرى غير معبر باب الهواء. لذلك موسكو من المتوقع أن لا يعني أن لا تستخدم الفيتو، والمناوشات التي تحدث الآن في إدلب هي ورقة تستخدمها موسكو ودرء، والعالم كله يعرف هذا الأمر، وأصبحت عادة روسية مقيتة يحفظها السوريون عن ظهر قلب. تسبق التصويت هذا التحرشات التي تقوم بها موسكو، تريد مكاسب موسكو، تريد مكاسب. أهم مكسب تريده موسكو هي مسألة المعابر الداخلية، تريد أن تدب الحياة في عروق النظام مع إدلب ومع قسد، مقابل أن لا تستخدم الفيتو. ربما هذا يحدث. عموما هناك قمة في 28 من الشهر الحالي بعد أسبوع في روما، هي قمة مهمة جدا، سوف يرأسها أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وهو الحضور الأول والقوي للأمريكان في الملف السوري. نحن ننتظر ما الذي سوف يقوله بلينكن. لا أحد يعلم على وجه الدقة مسار واشنطن في سوريا. ربما تكون هذه قمة روما أول مؤشر وأهم مؤشر لما تنوي واشنطن فعله في سوريا على الأقل خلال الأشهر القادمة. أما قول بوريسوف أن هذه في مسألة الاتفاقيات الجديدة، اتفاقيات اقتصادية وتجارية جديدة، لا جديد في الموضوع. الروس تقريبا كل سنة يأتون إلى عند النظام، يرسلون مسؤولا من حكومتهم ويوقع ما شاء الله له أن يوقع من اتفاقيات مع النظام. على أرض الواقع ما هي المحصلة؟ ما هي النتيجة؟ هل ربح الروس شيئا؟ خبراء يقولون لم يربحوا شيئا. بالتالي هذا التوقيع يضاف إلى سلسلة التوقيع السابقة. روسيا تريد الاستحواذ التام والنهاية على كل شيء من مفاصل النظام الاقتصادي، تريد ثمنا لتدخلها العسكري منذ 2015، وهي ترى أنه من حقها أن تأخذ كل هذه المفاصل الاقتصادية المهمة ثمنا جزاء وفاقا على ما قامت به منذ 2015. هذا مبدأ روسي قالوه صراحة القوم، وكل سنة يوقع اتفاقيات مديدة وطويلة الأمد. ربما مع الفارق هذه المرة، الروس يتوقعون أن ربما تحدث انفراجة عقب التوقيع مع الإيرانيين، بالتالي الجماعة متحضرون لهذه الاتفاقيات طويلة الأمد. لكن هذا يأخذ من حصة الإيرانيين، والإيرانيون الآن أسهمهم مرتفعة الآن. البعض يقول إن المنطقة على وشك نظام عالمي جديد، تتغير الأشياء بشكل رهيب، تتغير. الأمريكان والإيرانيون سوف يوقعون، بايدن أصلا يريد إحياء الحلف الغربي كما يقول دكتور خطار أبو دياب ضد الصينيين والروس. هو منشغل بالصينيين بدرجة أكبر طبعا من انشغاله مع الروس. وما القمة التي حدثت بين بايدن وبوتين سوى لإرساء حد أدنى من قواعد فض الاشتباك فقط لا أكثر. الإيرانيون كما يتوقع البعض هذا زمانهم الآن. واشنطن لم تأتي بشيء جديد، هذا مشروعهم منذ سبعينيات القرن الماضي، منذ أيام هنري كيسنجر، تسليم هذه المنطقة للإيرانيين على مبدأ أن العرب السنة إرهابيون ولا يأتي من ورائهم إلا الصداع، وهم غير قادرين على حكم أنفسهم، فبالتالي نحن نسلم هذه المنطقة للإيرانيين. وفقا لهذه الفكرة أصلا جلبت السي آي اي خميني من باريس وأجلسته في طهران. تعود هذه الفكرة الآن مع المفاوضات في فيينا بين الطرفين، اتفاق المفاوضات الاتفاق النووي، ومن المتوقع كثر يتوقعون أن يحدث هذا الأمر، مزيد من التغول الإيراني. وما يدعم هذا الأمر وصول إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم، والإسرائيليون راضون، يعني هذا الأمر ليس على عكس رغبة الإسرائيليين، مقابل أن تلتزم طهران بتسويات معينة مع الإسرائيليين سواء في القنيطرة أو في جنوب لبنان وينتهي الموضوع.
الدكتور عبد الله النفيسي قال كلاما مؤلما، قال ان دمشق ان طهران الان تمتلك 4 عواصم عربيه: بغداد، دمشق، بيروت، صنعاء. المؤلم ان الدكتور النفيسي قال ان هناك عاصمه خامسه سوف تسقط بيد الايرانيين في قادمات الايام. هو يسوق هذا الكلام في معرض انه هذا زمان الايرانيين، سوف يظهر الايرانيون الان وسوف يعلو كعبهم في المنطقه. من هذه العاصمه الخامسه؟ ربما تكون البحرين، ربما تكون الكويت، لا احد يعلم. لكن الإيرانيين الآن لديهم معنويات عالية على الأقل لحظية يعني، والبعض يقول أن النظام من داخله دخل في مرحلة الشيخوخة ولن يستطيع استثمار هذا المد الأمريكي في المنطقة. لكن خلال الشهور القادمة الإيرانيون سوف يتمددون بلا شك، وهذا الأمر سوف ينعكس على العراق وسوف ينعكس على سوريا وعلى لبنان وعلى اليمن، والأهم سوف ينعكس على منطقة الخليج العربي. الخليج العربي وفي القلب منه السعودية. السعودية ما الذي تفعله الآن؟ تريد أن تدرس الموسيقى في مناهجها. قال لك السعودية الآن قال إدراج مادة الموسيقى في المناهج الدراسية. يعني هم سيحاربون الإيرانيين الآن سعوديين بالموسيقى؟ بالموسيقى؟ والكفوري وأليسا يملأن وعمرو دياب وتامر حسني حفلاتهم تملأ السعودية جيئة وذهابا في جدة والرياض. يعني أنت تريد أن تحارب الحوثي بأليسا والكفوري؟ والمستشار الملهم تركي آل الشيخ يريد أن يرسل بعثات إلى الخارج، طلب سعوديين يريد أقل يتعلموا الموسيقى. بهذا السعودية تريد أن تواجه التمدد الإيراني. هذا التغول الإيراني لن يحدث كثيرا من الأثر في سوريا، حدث الأسوأ في سوريا، حدث الأسوأ. لكن هناك أمران يمنعان من هذا التغول كما يقول بعض: شيخوخة ولاية الفقيه من الداخل، والتطورات المهمة جدا التي تحدث اليوم في أفغانستان. إن اكتساح طالبان الجنوني للمديريات، مديريات أفغانستان، سوف يورث خطرا داهما على الخاصرة الإيرانية، وربما ليس فقط فاطميون تعود إلى أفغانستان كي تقاتل طالبان، كل هذه الميليشيات تنتقل إلى جبهة الشرق الإيراني وتغادر قليلا أو كثيرا جبهة الغرب الإيراني. ما عدا ذلك لن يحدث مزيد من التطورات في سوريا، والجميع ينتظر ما الذي سوف يعني ينتج عن 28 ومن ثم التصويت في 11 من الشهر القادم، ومن ثم ما الذي تريده واشنطن؟ هل تريد بناء شراكة استراتيجية مع الأتراك أم لا؟ كشفت مصادر عسكرية عن تقديم الصين معدات عسكرية للنظام من أجل شن حملة ضد مقاتلي الإيغور في ريفي إدلب وحماة. بحسب المصادر فإن الفرقة 25 والفرقة 23 بقوات النظام اللتين تتمركزان في ريف إدلب الجنوبي ومناطق سهل الغاب بريف حماة تسلمتا معدات عسكرية متطورة مقدمة من الصين لشن هجوم على تلك المناطق.
وأصلاً النظام مع الروس خاض معهم أكثر عشرات المعارك دون أن يحقق شيئاً مع الحزب الإسلامي التركستاني أو الإيغور. موجودين طبعاً هم في جسر الشغور وحوالي جسر الشغور. هؤلاء الإيغور الحزب الإسلامي التركستاني هو غير مصنف على لوائح الإرهاب، واشنطن لم تصنفه على لوائح الإرهاب، نكاية في الصينيين طبعاً والحركة الإسلامية التركستانية غير مصنفة إرهابياً على القوائم الأمريكية. في إطار المناكفة مع الصينيين موجودين الإيغور، موجودين هؤلاء المقاتلين هم وعوائلهم. هؤلاء يقطعون الفيافي حتى يصلون إلى سوريا من إقليم شانجيانغ، هذا يأتون من الصين ثم قرقستان ثم أوزبكستان ثم أذربيجان ثم يأتون تركيا إلى حوالي جسر الشغور إلى شمال غربي سوريا. يأتون هم وعوائلهم، هم ونساؤهم وأطفالهم. وهؤلاء يعني كما نقل كثيرون هم مقاتلون شرسون وعنيدون، وحاولت كثير من الفصائل استمالتهم لكنها لم تنجح، بقيوا لوحدهم كتلة مستقلة. ولو أن وهم حافظوا إلى حد ما على مسافة واحدة من الجميع هؤلاء الإيغور، لكنهم أعلنوا مؤخرا في آخر قتال بين هيئة تحرير الشام والأحرار هددوا بالاصطفاف إلى جانب الخليفة الفاتح، لأنه حدث اختراق من قبل هيئة تحرير الشام للحزب الإسلامي التركستاني. الآن الصين تريد التخلص من هؤلاء، وهؤلاء الحزب الإسلامي التركستاني هدد ذات يوم، هدد الروس قال لك والله سوف نفتح أفغانستان ثانية للروس في إدلب. عموما هم متورطون بتفكيك محطة زيزون الحرارية، عليهم بعض القضايا هؤلاء التركستان، لأنه حدث تبديل في القيادة. يعني منذ تبدلت القيادة واخترقت هيئة تحرير الشام صفوفهم بدأت تحدث عليهم كثير من المظاهر، مظاهر السرقات والاعتداءات والتشبيح والتشليح على هؤلاء، لكنهم حتى اللحظة موجودين. أصلا قيل وهم منذ 2012 بدأوا يأتون إلى سوريا، قديمون هؤلاء، قديمون جدا منذ 2012. في 2014 انطلق هذا الحزب الإسلامي التركستاني. يعني هكذا الأخبار في سوريا. كذلك يعني الروس يأتون إلى دمشق يريدون توقيع اتفاقيات، يهددون بإيقاف المعبر، والصينيون يدفعون للنظام لقتال الإيغور. هذا كله يحدث في سوريا فقط ضمن دولة سوريا. كذلك من أخبار سوريا خلال 24 ساعة، أبو حمزة القرشي المتحدث باسم التنظيم أصدر صوتية وقال نحن نهدد النظام في البادية السورية. يعني أنقل نصا مما قاله أبو حمزة القرشي، قال لك نحن نهدد. يعني الحقيقة الحياة في سوريا البعض يقول لك أصبحت يعني شيء يدعو إلى هذا أبو حمزة القرشي يقول يثني على مقاتليه في البادية السورية ويتوعد بالمزيد من العمليات، وتوعد شيوخ العشائر في شمال شرقي سوريا، وقال رصد مكافآت مالية لعناصر التنظيم لقاء قتل وتصفية القضاة والمحققين في السجون. هكذا يعني. ومن المتوقع أصلا بعد رحيل أمريكا تقريبا من المنطقة أن يقوى شوكة تنظيم الدولة تعود تلك الأيام العجاف من جديد. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، يتأكلون خيانة ومغالة ويلام قائلهم وإن لم يشغبي. هكذا لسان حال السوريين، بقينا في جلد كخلف الأجرب. قالت مصادر محلية وناشطون لتلفزيون سوريا أن قوات النظام اعتقلت عدة أشخاص عرف منهم المهندس محمد يوسف عسكر في درعا، هذا خلال وجوده في حاجز الضاحية بمدينة درعا. هذا عسكر عمل سابقا رئيسا للمجلس المحلي في مدينة جاسم ويحمل بطاقة تسوية.
انتهت الانتخابات التي أجراها النظام وانتهى الهدوء الذي فرضته موسكو قبيل الانتخابات في درعا، لكن إلى أين سوف يصل الحد؟ يعني هل درعا مقبلة على حملات شعواء للنظام؟ البعض لا يرجح هذا الأمر، ما زالت هذه المنطقة الجنوبية القنيطرة درعا وكذلك السويداء ودرعا في القلب من هذه المنطقة ما زالت غير متفقة عليها. ما الذي يعني من له النصيب الأكبر؟ هناك الروس والإيرانيون وكذلك هناك الإسرائيليون وكذلك هناك جهات مستقلة تضرب هنا وتضرب هناك. الوضع في درعا من المتوقع أن يبقى على حاله، ربما يزيد النظام في عيار الحملات الأمنية، لكنه لن يصل إلى ما كان يتوعد به غياث دلة ذات يوم. كشف تحقيق حصري أجراه موقع تلفزيون سوريا كشف أسرارا جديدة عن الصراع حول النفط في مناطق شرق الفرات، وبحسب التحقيق فإن أرباح قسد من النفط وصلت إلى ما يفوق 100 مليون دولار شهريا، لكن يتحكم بمصير الاقتصاد في المنطقة كل من المدعو فؤاد محمد وكذلك المدعو علي شير، تربطهما علاقات مباشرة مع حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب. تتصارع عليه جميع القوى المسيطرة في سوريا، بات على رأس القضايا السورية الكثيرة، تاجر به كثيرون ولم يربح منه السوريون شيئا. النفط السوري المنهوب، أسرار جديدة تكشفها تحقيقات موقع تلفزيون سوريا. يقول التحقيق إن أرباح قسد من النفط وصلت في عام 2019 إلى 10 ملايين دولار شهرياً، لكن هذا الرقم تضاعف إلى أن فاق 100 مليون شهرياً مع سعي قسد لتكثيف إنتاج النفط، حيث حفرت ورممت آباراً جديدة في حقول رميلان شرقي القامشلي بهدف زيادة كمية إنتاج النفط الخام. ويشكل كل من المدعو فؤاد محمد الملقب أبو دلو والمدعو علي شير مفتاحي جني الأموال في مناطق الإدارة الذاتية. تضيف المصادر الحصرية أن أبو دلو وعلي شير باتا يتحكمان بمصير اقتصاد مناطق الإدارة، حيث يدير علي شير الجانب الاقتصادي وهو على تواصل مباشر مع صبري هوك الذي يملك أكبر شخصية قيادية لحزب العمال الكردستاني في سوريا. وسبق أن تمت إحالته للتحقيق بعد أزمة رفع أسعار المحروقات التي قابلها سكان مناطق شمال شرقي سوريا باحتجاجات واسعة في أيار الماضي، إذ كان سبب هذه الأزمة وفق المصادر ناجماً عن خلافات داخلية متراكمة بين قيادات البيكيكي وقسد. أطراف الصراع وهم جميل بايق وصبري هوك وباهوز أردال من جهة، ومظلوم عبدي وتياره من جهة أخرى، حيث يحاول الجناح الأول الذي لديه ميول لنظام الأسد وإيران إظهار الضعف وفشل قيادات قسد في إدارة ملف النفط. تتابع المصادر في فتح الصراع والفساد المستشريين في شمال شرقي سوريا، فتكشف أن قائد قسد مظلوم عبدي عمل على تحجيم دور بعض كوادر البيكيكي عبر فتح ملفات الفساد لهم، ولكن سرعان ما قامت قيادة قنديل بربط ملف الفساد بها بشكل مباشر عبر كل من القياديين صبري أوك وباهوز أردال الموجودين في شمال شرقي سوريا. انتهى ما تبقى غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله.